يا برضه يتم نقلها، مفيش مشكلة. يعني ما هو البضائع ما في كونتينرز، والكونتينرز يعني ما هيش مشكلة. مش لازم ننتظر لما نغير النظام السوداني علشان يتوافق مع النظام المصري، لا، احنا ممكن خلاص هنعمل زي منطقة. فالسكة الحديد هي حل. فإذا البنية التحتية اهتم بها الرئيس وأبدى اهتمامه بهذا الطريق بالذات، طريق القاهرة كيب تاون، ايا كان بقى بري وسكه حديد وغيره. ايضا خرجت يعني او خرجت هذه او هذا المنتدى خرج بتوصيه مهمه قوي. احنا دايما كنا بنقول ان رجال الاعمال عشان يستثمروا في القاره الافريقيه، القاره الافريقيه الوضع الامني غير مستقر. يعني لما يبقى مستثمر يروح بامواله إلى دولة غير مستقرة وفيها ما فيها من الفساد، فبيبقى غير آمن. والحقيقة احنا عندنا مثال، ودايما يعني بقوله ان في احد رجال الاعمال في الجزائر، واقوله اللي هو نجيب ساويرس، فلما يشوف مثال لكده ان ممكن رجل اعمال ولخلافات سياسية ما بين الدولتين او الاضطراب في الدولة اللي هو بيستثمر فيها امواله تروح، لا. فهنا يعني كنا بنطالب ان اللي هيروح يستثمر الدولة تسنده، على الاقل تسنده ان هي تحميه في وقت الازمات. لو في ازمة في الدولة اللي هو بيستثمر فيها، يبقى هنا الحكومة المصرية تحميه، والحكومة اللي بيستثمر فيها هناك تحميه الا اذا كانت هي اللي عاملة المشاكل. فهذه الحالة يبقى الحكومة المصرية تقف بجواره وتسنده. فكانت من ضمن التوصيات، يعني استجاب سيادة الرئيس انه انشأ صندوق لتأمين المستثمرين. اذا لو فيه مستثمر راح ولأي سبب، سواء هنا بقى المخاطر، هل مخاطر طبيعية، ما احنا عندنا برضو مخاطر طبيعية، يحصل كارثة، يحصل زلزال، يحصل حرائق، يحصل اي شيء، او اللي بنتوقعه دايما ان مخاطر امنية، ان في اضطرابات وان فقدت يعني او فقد راس ماله، في هذه الحاله يبقى الدوله تسنده بجزء. فهنا هذا يعني انشاء هذا الصندوق، وده كان يعني حقيقه من اهم التوصيات اللي تشجع المستثمر. ساعتها خلاص لما اعرف ان في صندوق وان في الحكومه بتساندني، يبقى هروح، والمغامره موجوده يعني مطلوبه برضو عند رجال الاعمال. بقدر ما تغامر بتاتي المكاسب.